النهارده يا جماعه جايبين لكم كرتونتين توي سيتي وكرتونتين كندر المصري. ما لقيناش كندر الغاليه دي، لا احنا جبنا كندر التاني علشان جه وقت احنا اتبهدلنا. كندر جوي جه وقت الكندر. بابا بص انا جنبي بتحوش ايه. 1 2 3. وقع 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 تحت الكنبه. ايه اللي وقع يا جماعه؟ انا عملت اول واحده بتاعتي. طيب دلوقتي هنفتح البيت بس ده. احنا ما بنعرفش نفتحه. اسمه ويكي ويكي ايج ده، هنفتحه ونشوف. يلا كندا مش هتعرف تفتحيها يا كندا. لا هعرف. قولوا بسم الله. بسم الله يا رب بس يطلع حاجات حلوه. هات يا كندا. لا انا هصبر. هاتي عشان صباعك شطوره. سيبي اللي فيها شوكولاته وخد اللي فيها اللعبه. ده احنا هنحول الشوكولاتات في اخر الفيديو. خاتم خاتم مروحه. سيبها معلقه. بصوا يا جماعه استنى كندا طلع لها خاتم طياره. تنس مضرب تنس فين الكورة؟ مضرب تنس ميدالية ومعاه كورة اهي. دي ميدالية. دي ميدالية مفتاح. واو حلوة. مش عارف انتوا هتشوفوها ولا لا. هي ميدالية مضرب. لا ده مضرب بينج. مضرب بينج يا جماعة ومعاه كورة، شايفينها؟ مضرب بينج يعني بيخدر يعني؟ مضرب لا 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 لا. يلا هنفتح وانا هاخد واحدة افتحها. يلا يلا افتحوا مع بعض. افتحوا مع بعض. هات يا كندا. انا بعرف وانا فتحت التانية. طب ما افكها لك. طب شوكولاته كرة في الاخر كلها. لازقينها جامد قوي. لازقينها جامد قوي. تحسوا انها يعني هتطير. ايه؟ ايه مضرب تنس ثاني؟ لا لا خاتم نفس اللون. طلع لك ايه؟ صفارة. شمعة. هابي بيرثداي تو. شمعة صفارة. بصوا طب بصوا يا جماعة دي احنا ناخد فيها. وريني بتصفر ازاي دي. خلاص خلاص شكرا يا جماعه. طلع لي خاتم تاني. طلع خاتم تاني. طب انا عايز اوريهم حاجه. لازم طلع له خاتم يا جماعه. هم احنا هناخد بيها ازاي؟ دي معلقه. دي عارفه هناخد بيها ازاي؟ كل فول السحور المسحور هتصغري تعرفي تاكلي بيها. يلا ايه ده بنتك فتحتها. دي الشوكولاته. هتشيل لك الورقه. لا يا جماعه هو احنا محسوبين. هو النهارده اليوم التكرار العالمي. بصوا جاله ايه. مضرب عشان العيد يا جماعه. عشان العيد مضرب بنج تاني. كل ده عشان قلنا البابا عايزين لعب. مضرب بنج تاني. انا قلت بدل ما اجيب لعبه واحده يا جماعه نجيب لعب كتير في العيد. بس ده انا حظي وحش. طلعت ايه ده. خاتم كندا جالها خاتم. لا بجد. لا احنا حظنا كده ليه؟ احنا حظنا في ايه؟ ايه ده؟ يا رب حاجه جديده بقى. انت عشان ايديك ما تتعورش. الحمد لله. واو ايه سبينر بنر بايظه. طبعا بايظه. اخيرا حاجه جديده. ايه اتفضلي يا كندا. مش هشوف. اهو اهو اهو. خمنوا يا جماعه خمنوا. ها هتطلع ايه. ايه انا هبص اهو. خاتم. خاتم برضو بس خاتم مختلف. بس كيتي. كيتي. فاكره فيديو بابا انا عايزه خاتم. خاتم كيتي اهو. بصي جالها خواتم كتير. عايزه خاتم الاميرات مش كيتي. اهو جالها خاتم الاميرات اهو بس كيتي مش مشكله. يلا يا زين. يلا يا زين. طب استنى افتح لك واحده. لا يا زين. هاتي يا كندا. طب هات الشيلد دي. شطوره. يا رب حاجه جديده. يا مضرب تنس بس لونه تاني. تقريبا زين ده مضرب بينج يا ابني معاه كوره اهي. بينج ماشي. مضرب بينج بس تقريبا زين هيطلع دكتور لانه جاله 3 مضرب بينج فهيعرف يدي حقن بينج وكده. طيب كندا مش هشوف. ايه ده؟ سبينر. سبينر بس صغيره. سبينر بس بيبي. طب هنركبهم في اخر الفيديو. بيبي سبينر نوريها لهم. ايه ده ما شافوهاش اصلا. ايه ده؟ لا سيبك من جو الريفيو بتاع ال سبينر عشان يشوفوها كويس. هز 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 دي. يلا اللي بعده يا ابني. ناشفه دي. ناشفه؟ يا جماعه نزلت. يا جماعه هم ليه عملوا واحده سهله وواحده ناشفه؟ ده ايه ده؟ انا معلقتي وقعت. ماشي مش مشكله. مضرب بنج زين 4 مضرب بنج زين يبقى هتبقى دكتورية زين. بطل بقى يفهم. انا هطلع كوافير عشان اعمل لك شعر. وكندا تطلع سبينر. سبينر باتمان. واو ايه ده انت موف وانا واحده سبينر باتمان. انا لحد دلوقتي ما فتحتش. باتمان انا اطير. اتفضلي يا كندا. استنى يا جماعه انا هفتح. لا بنات اتفضل. لا انا هفتح. انا هفتح. اتفضل الشوكولاته. يا ربي. تقريبا احنا جبنا كرتونه مضرب البنج. تقريبا تقريبا يا جماعه كده احنا جبنا 5 مضرب بنج. يا رب احنا هنوزع على العيله كلها مضارب بنج.
بس لعيب بقى مدار بينج مش هشيل هنخدرهم كلهم بتاع الكندا هنوزع في العيد في فيديو هنعمل فيديو يا جماعه نحط حاجه نفس الخيط كندا خاتم مروحه هو باين في الفيديو خاتم مروحه يا جماعه كندا انا مش عارف احنا خاتم مروحه دي صفاره عايزين خاتم مروحه صفاره لا لا انا بعد كده هجيب كندر الاصلي الفيديو الجاي يا جماعه هعملها لكم بكندر الاصلي اكتبوا لي كده في الكومنتات لو انتوا عايزين تشوفوا العاب كندر الاصليه لان واضح ان دي مش هم اللي بيعملوا حاجه صراحه مش تمام ده بيضحكوا علينا ده فعلا ضحك فظيع اوعى تقول لي مضرب خاتم خاتم تاني ده بس بينك اتفضلي يا كندا يلا مع ايه بقى صفارة نفس الصفارة قلت لك صفارة 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 يا زين ده يا جماعة انا مش عارفة يا جماعة صفارة تانية يا جماعة انا عايزة واحدة شوكولاتة كلها طب ماشي اللي بعده طلعت ايه زين مضرب تاني لا والله عظيم حرام والله حرام بس اكيد على فكرة هنلاقي حاجات تانية انا زهقت ايه؟ وكندا خاتم كندا خاتم ابص ايه ده حاجه جديده يا جماعه لو حد عايز مضرب بينج يقول لنا يعني ابعت له عندنا كتير واللي عايز خواتم عندنا خواتم كتير قوي هنبيعهم هنبيع الواحد ب 10 جنيه عارف الكانتين انا بقى عندي 1000 جنيه عشان ناخد فلوس كتير اتفضلي والله شكلها خاتم حاجه جديده خاتم اما شفت لون اصفر قلت حاجه جديده يا رب بقى طلع خاتم برضه طلع خاتم لونه اصفر شوكولاته وقعت وانت طلعت ايه زين لسه ما فتحتش شوكولاته وقعت بسم الله انا انت هتشوف الاول ها مضرب ايه شوكولاته حاجه جديده لا بجد بنتن بس ايه بقى اللي بنتن ده دي تعلقها كده في التيشيرت او حاجه كده زي مايك او في جيب قميص او كده ليها علقه ورا شايفين يا جماعه ليها علقه ورا كده مامي رسمة بنتن اخيرا حاجة جديدة طلعت اخيرا جماعة عارفها هيتعاد منها مليون واحدة اخيرا ممكن ده نفتح ربنا يستر ربنا يستر جزراية حاجة جديدة ولا ايه جزراية ايه ده جزراية لعبة لا بس دي فيها حاجة بس الحاجة كلها فيها دي صفارة بايظة لا 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 بصي في مخرج هنا قبل المخرج ما تدخليش بقك قوي كده وجربي برا شوية خلاص بايظه صفاره بايظه المهم ايه جبنا لعبه اتفضل بابا ده انا ما اعرفش بيهزروا يا جماعه بقى زهقنا يا جماعه بقى جزرايه تاني صفاره كندا لا دي مش جزرايه دي خليه نحل دول شكلها خليه بابا هنعملها اكل يا جماعه يلا يا مسهل بتاع الكندا شوكولاته حاجه جديده كوتشي ميداليا حاجه جديده كوتشي ميداليا حاجه جديده طلع كوتشي صفاره كوتشي صفاره حاجه نجرب كده بايظ كله بايظ بص يا جماعه لا بتصفر من فوق بايظ مش شغاله وزين طلع لك ايه تاني بنتين ايه ده لا بس المره دي سوبرمان هتقربها لهم شوية هفتح واحدة يا جماعة ميداليا كده بعلق عليها سوبرمان ما انا هفتح بعد ما انتوا تخلصوا ها مش هنا يا داري على فكرة ده فاضل كتير لسه ما اكيد هنطلع حاجات تانية وطبعا ما تنسوش لايك والسبسكرايب ايه دي جعانة دي عايزة كريب دي ولا عايزة ايه؟ المهم ايه اسم السبسكرايب ما تنسوش يا جماعة طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا الفيديوهات على طول وعلى اشتراك على قناتي والاشتراك على قناة زين ومضرب وكومنتات ايه؟ ومضرب بس لون جديد مضرب تاني يلا يا بابي نفتح دي والله العظيم بيضحكوا علينا حرام الفلوس اللي احنا دفعناها والله بيضحكوا علينا هي فعلا بتضحك اتفضلي ايه ممكن ندخل صباعنا كده ما تقولش ما اضرب لا حرام حرام يا جماعه صفاره تاني ايه خاتم
شاتم يا جماعة. صفارة تانية على شكل بيبي أو مش عارف. مش عارف هي شكلها كده والله. خاتم يا جماعة. وزين طلع له خاتم. احنا زهقنا. ها اتفضلي. خاتم يا جماعة. يا جماعة هنوزع خواتم على الشارع كله. بابا بص انا بحط دي. هنوزع خواتم على الشارع. بص يا جماعة خاتم. هنوريكم كام خاتم وكام مضرب بينج والالعاب في واحده ثانيه بس باتمان على فكره كويس بينوعه. جدا يعني كويس ان في تنوع واحده بنتين واحده سوبرمان واحده باتمان يا ريت يبقى في واحده اميرات نفتح بينك الكندا اتفضلي يا كندا حاجه متعادة اكيد بص خفيفه قوي اصلا وباين قوي انها صفاره ايه ده سبينر ايه بس ازرق سبينر لونها ازرق بلو يا جماعه مش عارفه تفتح اللي معايا استنى حاجه جديده استنى خاتم مضرب قول يا كندا خاتم كسبت التحدي طب اقول لكم على حاجه حلوه بقى ماشي هنعمل تخمين ماشي اللي يخمن صح يدي للتاني 5 جنيه واللي يخمن غلط يدفع هو 5 جنيه خلاص برضه صفاره تانية زي استنى بقى نعمل لعبه تخمين وهندفع فلوس دلوقتي يا جماعه يلا يا بابي هاي استنى هاي دي خاتم وانت قولي يا كنا فيها ايه لا دي انا بقول فيها انا بقول فيها مشبك وانا كمان مشبك زي دول كده بتاع المحاربون ال انا برايي حاجه جديده او كوتشي زي ده حاجه جديده يا اما كوتشي زي ده على فكره ده سبينر هات 5 جنيه يا معلم ايده يا جماعه عشان في الاخر هاخد منه الفلوس دي كده عليه 5 جنيه انا قلت سبينر لا انت قلتي مشبك المشبك هنحسب على اللي حصل في الاخر طيب دي خاتم سبينر ايه ده؟ 10 جنيه يا جماعه ارنب يا جماعه ارنب سبينر ارنب هات يا كندا هتساعدك احنا ما خمناش ايه ده بس خاتم انا كنت بقول في دماغي يا خاتم احنا ما خمناش كندا طلع لها خاتم بس المره دي اخضر بص في اخر الفيديو بقى هنوريكم ايه استنى ما تفتحش لما نخمن قول يا كندا سبينر لا طب انا خبرهم بقى ان هو خاتم لا هي حاجه ثقيله بص كده حاجه ثقيله طيب استنى انا قلت مضرب ايه مضرب هديله 5 جنيه يا جماعه ماشي انا بقول حاجه جديده انا خاتم وزين صفاره وانا حاجه جديده وكندا بتقول حاجه جديده اكسب التحدي وكندا هتديني 5 جنيه لا ايه ده تحدي طيب دي فيها ايه دي فيها المشبك بتاع السوبر هيرو قول يا كندا سبينر دي مضرب خايف كلنا غلط كندا خمن خاتم سبينر صفارة خاتم صفارة كلنا غلط اللي بعده انت بتفتح بينك افتح لك واحدة بينك اتفضلي خمن سبينر وانا مش سبينر صفارة نشوف بتاعت زين انا بقول مشبك اميرات ده بتاع كندا زين طلع له مشبك باربي هيديه لكندا طبعا وكندا طلع لها يونيكورن هنفتح بقى ايه اخر اربعه على طول يا جماعه فيهم ايه انا عايز افتح واحده بقى طب. يمكن حظي يبقى ايه سبينر برضه يا جماعه بطه كمان سبينر كتكوت استنى افتح انا ايه ده نفس السبينر كتكوت سبينر كتكوت برضه يا جماعه مسحراتي واقف بره مسحراتي بره اخر واحده بابا لسه فاضل اتنين لكندا سبينر تاني مش صغيره استنى والله العظيم بيهزروا ايه كل دولت عارفين ايه الحاجه الوحيده اللي ما اتعادتش الخنفسه الخنفسه بس واللي هتطير الهليكوبتر سبينر تاني كندا وزين جاله صفاره بالبي صفاره بابا تعالى نوريهم احنا بص عامله ازاي ولا دي خليه نحل دي شكلها خليه نحل قول
انا عايز اكل واحده. هنعمل مراجعه على اللعبه يا جماعه، كندس اللي لها سلسله افتحهم بول. تعال نشوفها يا جماعه وهلبسها. اوه او ممكن ده يبقى حلقه. ايه ده؟ حلقه. ايه ده؟ ده حلقين وسلسله. هاتي واو شعرك. لم شعرك. طب لم شعرك. والله شكلها حلو. وخاتمين وطلع لنا خنفسه مسدسين وبومه وبقع وعربيتين وماليليا. بصوا عربيتين حلو قوي يا جماعه مسدس اللعبه ده. عربيتين ليجو واربعه كوتشينه، كميه العاب صغيره. انا عايز اكل واحده كيندر. بصوا بصوا قد ايه. اثنين. استنى بس، كميه رهيبه. وما تنسوش يا جماعه اللايك شير سبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل الجديد. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. باي باي.